أحسن الله إليكم. المرسلة ميم ألف ألف من السودان بعثت عددا من الأسئلة تقول في أولها: كيف يكون صيام عاشوراء؟ هل يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ أفتونا مأجورين. نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصام يوم عاشوراء ويصام قبله يوم أو بعده يوم، مخالفة لليهود. فالأفضل أن لا يقتصر على صوم يوم عاشوراء، وإنما يصوم قبله يوم أو يصوم بعده يوم، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.